من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من كتاب الكافي الشريف باب في أن الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه الحديث الأول من احاديث هذا الباب عن ابي جرير القمي قال قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك قد عرفت انقطاعي الى ابيك ثم اليك ثم حلفت له وحق رسول الله صلى الله عليه واله وحق فلان وفلان حتى انتهيت اليه بانه لا يخرج مني ما تخبرني به الى احد من الناس وسالته عن ابيه احي هو ام ميت فقال قد مات والله فقلت جعلت فداك ان شيعتك يروون ان فيه سنه اربعه انبياء قال والله الذي لا اله الا هو هلك قلت هلاك غيبه او هلاك موت قال هلاك موت فقلت لعلك مني في تقيه فقال سبحان الله قلت فاوصى اليك قال نعم قلت فاشرك معك فيها احدا قال لا قلت فعليك من اخوتك امام قال لا قلت فانت الامام قال نعم ابو جرير القمي كني لشخصين وكلاهما من الاجلاء احدهما زكريا ابن عبد الصمد الثقه الجليل والاخر زكريا ابن ادريس وهذا ايضا مذكور في القسم الاول من كتاب الخلاصه الثقات والممدوحين وايضا هو من مشايخ الثلاثه فعلى كل حال هو ابو جرير القمي جليل القدر وكان من اصحاب الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام فلما استشهد الامام الكاظم في السجن وكان مسجونا لفتره طويله اجتمع بعض المال عند بعض الاشخاص اموال الامام الكاظم عليه السلام لانه كان مسجون وكان الناس في تقية فكانوا يسلمون هذه الاموال هي اما اموال شخصية للامام الكاظم او اموال الحقوق الشرعية لبعض الاشخاص الذين يثقون بهم بحيث ان هؤلاء كانوا موضع اعتماد الناس فلما طالت المده كثرت هذه الاموال فكانوا ينتظرون اطلاق سراح الامام الكاظم لكي يسلموه تلك الاموال فلما استشهد الامام الكاظم في السجن طمع بعض هؤلاء في هذه الاموال لأن صارت أموال طائلة سبعين ألف دينار عند أحدهم عشرة آلاف دينار عند أحدهم وأموال مختلفة أخرى عند البحث جواري كنا في ضمن هذه الأموال فطمعوا في هذه الأموال ومن الواضح أن الأمانة من صفات المؤمن وان المال الكثير قد يغري الانسان بالخيانه وخاصه اذا لم يكن هناك قوه قاهره لاستلام هذه الاموال من هذا الشخص الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. اكو بعض الناس هؤلاء لا تغريهم الدنيا، حتى اذا هو مو مسلم. فقنطار يعني جلد ثور مليء بالمجوهرات والذهب والفضة. إذا استأمنته يرجع الأمانة إليك، لكن بعض الناس سواء من المسلمين أو من غير المسلمين إذا تأمن بشيء بسيط يخون، والامتحان هو المحك، بعض الأحيان الإنسان تزل قدمه في الامتحان. الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الله سبحانه وتعالى لبلعم ابن باعورة آتاه آياته لكن في موقع مفصلي الشيطان أغواح على كل حال فهؤلاء حينما رأوا أموال كثيرة طمعوا فيها زين يعني شلون يتمكنون من الخيانة وعدم تسليم هذه الأموال إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ابتدعوا مذهبا ودينا جديدا الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الإمام المهدي وأنه له غيبة وغيبة طويلة طبقوها على الإمام الكاظم قالوا الامام الكاظم لم يموت هو حي يرزق وهو المهدي واحنا ننتظر ان يخرج من الغيبه نسلم لهذه الاموال فبهذه الطريقه ابتدعوا هذا الدين والمذهب وانكروا امامه الامام الرضا عليه الصلاه والسلام ولان بعض هؤلاء كانوا محل ثقه الناس لذلك انخدع بهم كثير من الناس، والامام الرضا بعد استشهاد الامام الكاظم كان في تقية شديدة، ان ذاك الزمان زمان تقية شديدة كان، ما كان كثير من الناس يتمكنون من الوصول اليه، وما كانوا يتمكنون من ان يروا اياته التي حباها الله سبحانه وتعالى اياها. فلذلك انخدع مجموعة من الناس وصارت فتنة. أبو جرير القُمي وهو من الأجلاء، يجي إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ليتأكد بنفسه، هو يثق بالإمام الرضا. يتأكد أنه هل الإمام الكاظم مات أو لم يمت، وهل أن الإمام الرضا هو الإمام أو ليس هو الإمام. هذا السؤال مو فيه الدور وانما لانه كان يثق بالامام الرضا عليه الصلاه والسلام، لذلك جاء سائلا قلت جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي الى ابيك ثم اليك، يعني انا انقطعت من جميع الناس وخصصت نفسي لكم، اكو بعض الناس يلعبون على حبال مختلفة يريد هم يكون إلى الحاكم وهم إلى الإمام وهم إلى المحكوم وهم فلان وهم فلان وهم فلان هسه مرة واحد يجامل الناس وعند علاقات معهم إذا لم تستلزم محذورا شرعيا فلا بأس لكن أكو بعض يداهن المداهنة غير المجاملة المجاملة يعني الإنسان تكون علاقته مع الناس طيبة إلا في الموارد الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالبراءة منهم الله سبحانه وتعالى حول الرسول يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى أخر الآية الشريفة لكن المداهنة هي على حساب الحق لذا هي مذمومة الله سبحانه وتعالى يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون على حساب الحق تكون تلك العلاقة هذا مرفوض زين أبو جرير القمي يقول: أنت تعلم أني من جميع المذاهب والأديان والأشخاص اللي هم مرتبطين بالمذاهب الأخرى كبارهم وصغارهم بكبارهم وصغارهم، أنا منقطع عنهم إليك. يعني قطعت حبل الود مع سائر الناس وخصصته بك. هذا اولا سابقا بوالدك الان بك بعدين ثم حلفت له وحق رسول الله وحق فلان وفلان يعني وحق امير المؤمنين وحق الحسن وحق الحسين وحق زين العابدين حتى انتهيت اليه وحق الامام الباقر وحق الصادق وحق الكاظم وحقك بانه لا يخرج مني ما تخبرني به الى احد من الناس، زمان تقيه ما يخالف، اني تعرفني اذا قلت لي شيئا لا يخرج الى الناس بحيث انه يؤدي الى ضرر عليك، لان هارون قد امر بقتل وصيه موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام. حتى انتهيت اليه بان لا يخرج مني ما تخبرني به الى احد من الناس. زين، بعد هاي المقدمة وسالته عن ابيه: احي هو ام ميت؟ ابوك حي لو مات؟ فقال: قد والله مات. لان الموت تقدير الهي لجميع الاحياء. انك ميت وانهم ميتون. ماكو واحد يبقى حي حيا نعم الاعمار تختلف يمكن واحد مثل نوح يعمر ثلاثة الاف سنة ثلاثة الاف وخمسمائة سنة تسعمية وخمسين سنة في قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما وبعد هاي التسعمية وخمسين الف سنة الفين سنة بعد الطوفان ايضا عاش لكن بالنتيجة مات وقال لك حي لو ميت قال قد والله مات زين هو هذا يريد يتاكد قلت جعلت فداك ان شيعتك يرون ان فيه سنه اربعه انبياء اكو احاديث حول الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الواقفه ارادوا تطبيقها على الامام الكاظم من جمله الاحاديث الوارده حول الامام المهدي ان فيه سنه من مجموعه من الانبياء مثلا الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول في صاحب هذا الامر اربع سنن من اربعه انبياء سنه من موسى وسنه من عيسى وسنه من يوسف وسنه من محمد صلى الله عليه واله فاما من موسى فخائف يترقب الله سبحانه وتعالى حول موسى ماذا يقول فخرج منها خائفا يترقب وهذا الخوف ليس جبنا البعض يستغرب عندما تقول مثلا ان موسى عليه السلام خاف شلون نبي من انبياء العزم يخاف او البعض مثلا يقرا في شعر خرج الحسين من المدينه خائفا كخروج موسى خائفا يترقب الخوف هذا شعور داخلي وليس معناه الجبن الجبن غير الخوف فخاف فخائف يترقب هذا سنه من موسى واما من يوسف فالسجن والغيبه يوسف غاب عن ابيه اربعين عاما وسجن لفتره الإمام المهدي لم يسجن لكن التشبيه في الغيبة، وأن الإمام أحياناً في غيبته كأنه في السجن، وأما من عيسى فيقال إنه مات ولم يمت، الشاهد هنا أنا. عيسى عليه الصلاة والسلام لا زال حياً، الآن أكثر من ألفي عام، ألفين سنة. أكثر من ألفي عام عيسى عليه الصلاة والسلام حي. الله سبحانه وتعالى أبقاه حيا إلى ظهور الإمام المهدي. وما قتلوه يقينا كما في الآية الشريفة. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبه لهم. في آية أخرى بل رفعه الله إليه أرادوا قتل عيسى. الله سبحانه وتعالى رفع عيسى إلى السماء مو أنه أماته ورفع روحه لا عكس ما يزعم النصارى النصارى شبه لهم شافوا واحد صلب تصوروا أنه عيسى عليه السلام وما كان عندهم يقين أيضا كان عندهم شك فقالوا أن عيسى مات لذا لا زال لحد الآن تشوف النصارى شعارهم الصليب، الصليب شنو هو؟ الشيء الذي يزعمون ان عيسى صلب عليه تمثال لذلك، لكن عيسى لا زال حيا، واما من عيسى فانه مات ولم يمت، واما من محمد فالسيف، الرسول صلى الله عليه واله اضطر في المدينة أن يدافع عن كيان الإسلام والمسلمين بحروب كثيرة غزوات وسرايا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر السفياني وغير السفياني هؤلاء يجردون سيوفهم بوجه, بوجه الإمام المهدي فيضطر أن يدافع عن نفسه وعن كيان الإسلام بالحرب معهم هسه الشاهد أنه السنة من عيسى انه حي يرزق الحديث اللي حول الامام المهدي اجوا وطبقوا على الامام الكاظم جعلت فداك ان شيعتك يروون ان فيه سنه اربعه انبياء قال قد والله الذي لا اله الا هو هلك ذكرنا فيما مضى ان كلمه هلك في اللغه العربيه ليس لها ظلال سلبي الان في استعمالات الناس اذاعات الصحف مجلات عندما يقولون هلك فلان الى ظلال سلبي لكن باللغه العربيه وفي الاستعمال القراني ليس له ظلال سلبي في الايه الشريفه الله سبحانه وتعالى حول يوسف يقول حتى اذا هلك ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. او في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى في ايه الارث يقول: ان امرؤ هلك ليس له ولد. فالهلاك وهلك ليس له معنى سلبي. قد حلك قلت هسه يريد يتاكد هلاك غيبه او هلاك موت لانه في اللغه الهلاك يطلق تاره على الموت ويطلق تاره يطلق على الفقدان في مفردات الراغب يقول الهلاك على اوجه الوجه الاول افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود كقوله تعالى: هلك عني سلطانيه. الانسان عندما يموت سلطنته تنتقل الى غيره. فافتقد منه لكن عند غيره موجود. تارة هلاك الشيء باستحالة وفساد مثل ويهلك الحرث والنسل. تارة هلاك موت ان امرؤ هلك. تارة فناء الشيء كل شيء هالك الا وجهه، على كل حال هلاك غيبه او هلاك موت، قال هلاك موت، قلت لعلك مني في تقية، قال سبحان الله، اتفاقًا التقية بالعكس، هاي كلمة سبحان الله تقال في وقت التعجب، واحد يذكر كلام عجيب تقول له سبحان الله. يعني أنزه الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة العجيبة اتفاقا بالعكس إذا أنت تقول الإمام الكاظم حي هذا بصالح السلطة لأن السلطة قالوا إحنا ما قتلنا ولذلك التمثيلية اللي هارون الرشيد اللا رشيد لعبها لكي يبرئ نفسه من قتل الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أولا هو سافر في وقت استشهاد الإمام الكاظم لم يكن موجودا في بغداد بعدين عندما سم الإمام الكاظم جابوا أربعين واحد من وجهاء بغداد يشوفوا أن الإمام حسب تعبيرهم مات حتف أنفه مو أنه مات مثلا بقتل أو ما إلى ذلك لأنه أحيانا السوم لا يظهر أثره على الوجه يمزق الداخل لكن ما يظهر أثره على الوجه فعلى كل حال يعني كان يريد يبرئ نفسه من الأمر بقتل الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام زين إذا, إذا الشيعة أجوا وقالوا الإمام الكاظم لم يموت هذا صالح السلطة هذا أولاً ثانيا هو خو يدري أنه قتل الإمام الكاظم يتخلص من وصية الإمام الكاظم خلاص ذول الشيعة اللي يهابهم يخافهم زين ما عندهم بعد قائد القائد مات يقولون القائد حي خلاص هذا بصالح السلطة لذلك السلطة العباسية لم تواجه الواقفة بشيء مع أنهم كانوا موجودين في بغداد ومعروفين ويدعون إلى مذهبهم سائر الشيعة فقال سبحان الله كلامك غريب أنه أنا أكون في تقية في هذا الموقع أولا منك وأنت من ثقاتنا ثانيا من القضية قلت فأوصى إليك لأنه من علائم الإمامة وصية الإمام السابق الإمام اللاحق قال نعم هذا هم تأكيد آخر قلت فأشرك معك فيها أحدا يعني أنت وصي غيرك وصي فيختلط أنه من هو الوصي من أعلم لأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جعل له عدة أوصياء كما ذكرنا فيما مضى المنصور العباسي بعد أن أمر باغتيال الإمام الصادق بالسوم كتب الى والي المدينة انه شوف من وصي جعفر ابن محمد فاقتله فالامام الصادق عليه الصلاة والسلام حفاظا على الامام الكاظم كان قد اوصى الى خمسة احدهم المنصور الثاني والي المدينة يعني حتى لا يكون مجال لقتل احد اذا موصل خمسة اخرين يقول زين الخمسة اقتلهم لكن احدهم المنصور والاخر والي المدينه والثالث حميده او حميده زوجة الامام ام الامام الكاظم والرابع عبد الله الافطح والخامس الامام الكاظم فعند المنصور والي المدينه وعامه الناس اختلط الامر لكن عند الشيعة الامر كان واضحا ليش لانه يدرون المنصور وحاكم المدينه حاكمان جائران ظالمان لا يكونان من الأئمة فذول خارج قوس حميدة أو حميدة مرأة فليست إمام الإمام يكون رجل عبد الله الأفطح هو ابن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لكنه كان به فطح معوق كان والإمام ليس في جسده عيب فيبقى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ولذا عندما أخبر أبو حمزة الثمالي بوفاة الإمام الصادق وقال له لأنه أوصى إلى هؤلاء الخمسة فقال أنه هو أشار إلى الكاظم عليه الصلاة والسلام زين هنا أبو جرير القمي يقول الإمام الكاظم أوصى إليك يعني إلى الرضا وحدك حتى أنت الإمام خاصه لان الوصيه علامه او اوصى الى مجموعه عود يختلط الامر، من هو الامام مو معلوم، لازم نحقق فاشرك معك فيها احدا اكو واحد شريك لك في الوصيه قال لا كرر السؤال بطريقه اخرى، قلت فعليك من اخوتك امام لانه من الثابتات اللي الائمه بينوه في احاديث مختلفه والآية القرآنية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله تدل على أنه الإمامة تنتقل من الآب إلى الإبن في مورد واحد استثناء من الإمام الحسن إلى الإمام الحسين عندنا أحاديث كثيرة أن الإمامة بعد الحسن والحسين لا تجتمع في أخوين وإنما من الآب إلى ابن إلى الإبن الأكبر الحي من غير عيبين زين الآن عرفنا أن الإمام الكاظم مات وأوصى إليك الإمام يكون في أبناء الإمام الكاظم أنت أحد من إخوتك إمام عليك فعليك من إخوتك إمام قال لا السيد السؤال بزاوية أخرى يجي بينها فانت الامام قال نعم يعني القضيه كانت بحيث انه مثل ابي جرير القمي الجليل حتى يتاكد من موت الامام الكاظم ومن امامه الامام الرضا ياتي ويسال الامام الرضا عليه الصلاه والسلام باسئله مختلفه مؤداها واحدا وعداها واحد يسأله بهذه الأسئلة حتى يتأكد ويطمئن يعني فتنة كبيرة ليطمئن قلبي وهذه كانت من الفتن التي الله سبحانه وتعالى اختبر بها الناس لأن الله سبحانه وتعالى لا يترك الناس بدون اختبار دائما يختبر الناس حتى إحنا الله سبحانه وتعالى يختبرنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم امتحان دائما مستمر سواء في الأمم السابقة أو في هذه الأمة ليش؟ حتى المؤمن يظهر جوهره والمنافق يظهر جوهره والكافر يظهر جوهره هذا يريد يروح للجنة لازم يكون إلى قابلية إلها وإلا في وقت الرخاء والمصالح واستقرار الأمور كل الناس تقول إحنا ناس زينين لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان لألا يكون للناس على الله حجة فلذا في زمن الرسول الله سبحانه وتعالى اختبرهم مثلا في غزوه احد شافوا الغنائم خالفوا امر الله والرسول هذا امتحانك مثلا وكذلك في غزوه حنين شافوا هجوم الاعداء في كمين فتركوا الرسول وفروا مع ان الفرار من الزحف من الكبائر بعد الرسول صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى امتحنهم، في يوم الجمل امتحنهم، في صفين امتحنهم، فتنة الخوارج امتحان كانت. وهكذا في زمن الأئمة تكررت الامتحانات، وفي هذا الزمان الامتحان يتكرر والله سبحانه وتعالى يريد ليميز الخبيث من الطيب. ففتنة الواقفة كانت من قبيل هذه الفتنة، هذا الحديث الأول من أحاديث هذا الباب، سائر الأحاديث إن شاء الله نتطرق إليها في حلقات قادمة، هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.